صباح الخير شباب. صباح النور دكتور. الله عليكم. صباح النور دكتور. يا أهلا وسهلا. كيف أصبحتم؟ تمام؟ إن شاء الله. إيش يابا؟ نحكي كنت شفت أشوفهم بعزيك عظم الله أجركم. شكرا الله سعيكم. بس مين توفي دكتور؟ توفي جارنا. صباح الخير دكتور. بحكي لهم مين متوفي ما حدا بيجاوب. بقول جارنا أهلا عمي أهلا بيك. طيب خلينا نحكي بالنسبة يعني هاي صار عندي كم واحد بارتسيبيشن. اوكي طيب بالمحاضرة السابقة يا اخوان كان حديثنا على ايش؟ حديثنا على قوانين الجبر البلياني مش هيك؟ معي انتو يا شباب؟ بالضبط دكتور. اي نعم. واخذنا مجموعة من القوانين واعتقد كان ان 11 قانون اللي اخذناهن امبارح مش هيك؟ وقلنا يا اخوان انه هاي القوانين بتساعدنا على بناء وتصميم الدوائر المنطقية. ما بعرف يعني احنا حاولنا يعني بعض الشغلات ممكن قلنا اثباتهن عن طريق التروث تيبل اللي هو جدول الحقيقة او بالطريقة الجبرية مش هيك؟ لو اجينا نحكي مثلا ما بعرف ناخذ قانون اي قانون بدكم والله ما نعرف. لو جينا قلنا قانون التوزيع لو قلنا x زائد y في x زائد z مثلا شو بيساوي هذا؟ بيساوي x زائد y زد شيك؟ طب كيف بدنا نثبته هذا؟ مين يقول لي؟ لو جينا اخذنا التروث تيبل شو لازم نسوي عشان نعمل نثبت هذا التروث تيبل؟ ناخذ ثلاث متغيرات x y وz صح؟ ومن ثم بناخذ x زائد y ومن ثم بناخذ x زائد z عشان اثبت انا ماشي الحال يا اخوان. بعدين بناخذ x زائد سوري خلينا نحكي هيك احنا بكون احسن. انت قاعد بتوزع يعني بتضرب اول شيء بكون سنة في بعض. انا اخذت ثلاث متغيرات بدي اعرف شو قيمه x زائد y اللي هي موجوده هون. بدي اعرف شو قيمه انا على اساس اطلع الجواب صحيح. بطلع y زد ومن ثم باجي بقول x زائد y في z. هاي النتيجة يجب أنها تساوي هاي صح؟ معاي أنت لحتى الآن. هسا ثلاث متغيرات قلنا عندي الجدول اللي لازم نعرف شو هو. هذا قلنا لكم بارح شو اللي بنساوي فيه صح؟ منين أجن الأرقام هاي؟ هون معي انتوا لحتى الان صح؟ هسه لو قلنا اكس زائد واي شو بتساوي؟ زيرو. اكس زائد واي زيرو واحد واحد. هون قلنا احنا هذا صفر طبعا صفر واحد واحد كلها هيتن ايش؟ وحدات صح؟ طيب هلا لو جينا قلنا اكس زائد زد يعني نجمع هاي مع هاي. هاي زيرو هاي واحد زيرو واحد واحد 1 اور 1 1 1 اور 0 1 كلها هيتن ايش؟ وحدات. طب الواي في زد صفر صفر وين في صفر؟ كله ايش؟ اصفار الا عندي صارت الثلاثه واحد مش هيك والباقي اصفار وبس والسبعه مش هيك؟ طيب لو اجينا قلنا احنا هسه بدنا نجمع اكس زائد واي في زد يعني هذا الارقام هاي بدي اجمعها ايش؟ مع الاكس اللي هون. زيرو
مع الزيرو شو عطتني؟ زيرو. هسا ال برضو زيرو عديها واحد واحد زيرو. يا اخوان زيرو. لا استنوا احنا بنحكي مع الزيرو هذا مع الزيرو هذا زيرو مع الاكس بعدين بنحكي الزيرو هذا مع الزيرو هذا زيرو بعدين بنحكي الواحد هذا مع الزيرو هذا واحد بعدين الزيرو واحد صح كله بعدين ايش وحدات وحدات. هسه لو اجينا احنا نتطلع في بعضنا لو بدنا نضرب هاي الارقام هاي في هاي شو بتعطيني يعني لازم انا لازم ضربتهن يعني عشان تطلع النتيجه وحده مع هاي اول 3 0 والباقي كله واحد معناته حكينا صحيح 100% يعني بقدر امسح هاي عشان اورجيك شو اللي بصير بدي امسحها تمام صحيح يعني بس عشان نعرف شو اللي بده يصير انا بدي اثبت بالطريقة اللي بنحكي فيها احنا انه ايش انه x زائد y في x زائد z بتساوي هاي صح x زائد y في x زائد z اللي هذول مش هيك انه هذول بدي نساوي هذول مش هذا بدي اثبته انا يا اخوان نعم معك اوكي هسا اكس هاي صفر في صفر صفر وهاي صفر واحد في صفر صفر والباقي ايش وحدات صح صفر في صفر 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 في واحد صفر واحد في صفر صفر بعدين واحد في واحد كله واحد الباقي كله وحدات هاي هذا نفس هذا واللي غلطان هيك اثبتناه معاي انتو طيب مفهوم للان طيب هاي بالطريقة إيش جدول الحقيقة طيب لو بدي أثبته أنا بإيش بالطريقة الجبرية شو لازم أساوي باجي بقول أنا يا أخوان X زائد Y في X زائد Z هيك أعتقد أنا صح شو بتساوي بحلل الأقواس X في X ل X في X زائد X في Z زائد اكس في واي زائد واي في زد صح انا فكرت الاقواس يا اخوان هاي شو بتساوي اكس زائد اكس زد زائد هسا انت بدك تعرف في بعض الشغلات اللي عندي انك تعرف شو اللي بصير عندي بقوانين الاختزال هذا قانون التماثل التوزيع ايه هذا قانون التوزيع هسا احنا كل هو اصلا السؤال على قانون الديستريبيوتد سيستم هسا شو بقدر اختزل انا في عندي بعض القوانين إذا بنرجع على القانون الاختزال مثلا قانون الاختزال شو بقول لي X زائد XY شو بيساوي X مش هيك هذا قانون أنا قلتكم إياه يا إخوان قانون الاختزال اللي هو رقم 7 عندكم أنا بالنسبة لي رقم 8 بجوز عندكم ما بعرف 7-8 ما بعرف اوكي طيب هسا احنا اذا بنيجي بدنا نعمل هاي اكس اللي بتساوي هاي اكس زائد دكتور X. سمحت ايش السطر بعد السطر اللي انت وزعت فيه الاقواس ايش عملت هسا اجيت انا نزل هاي بتساوي هاي ونزلت هاي ونزلت هاي ونزلت هاي صح هسا جيت جمعت اكس مع الاكس واي اكس زائد اكس واي زائد X Z و Y Z شو بتساوي X Z و Y Z ها X Y X Z و X يعني المقصود هنا X Y و Y Z شو بتساوي اللي هي Y Z يعني مش هيك مش احنا كان عندنا ال X سوري هسه هون ال X Z مع ال Y Z شو بتعطي X Z لا اطلعوا على القانون الاختزال يا اخوان ومن ثم قانون الاختزال شو بقول لي انه اذا كان عندي اكس زد وواي زد معناته انا عندي ثلاث مختلفات اكس زائد اكس واي بتعطيني ايش واي زد بدكم نثبت لكم اياها هسه بثبت لكم اياها وهذا الحكي هذا شو بيساوي اكس هذا اكس زائد اكس واي بيساوي اكس زائد واي زد هذا
هذا الحكي اللي احنا اثبتناه قبل شويه بالطريقه الجبريه، وهذا اللي بدنا نثبته، صح ولا لا؟ صح. مش هيك؟ خلصت المهمه. اذا ما بعرف اذا بدكم بثبت لكم يعني بالطريقه. اذا في امثله ثانيه دكتور كويس. ها؟ اذا في امثله ثانيه عن طبعا اعطيكم امثله، انا اعطيكم على كل شيء امثله ان شاء الله. الاكس واي زائد واي زد بتساوي واي زد، صح؟ لا عمي، هاي الاكس زائد اكس واي حسب القانون بتساوي اكس. انا هاي بعرف، هاي بعرف ايه؟ الثاني والواي زد خلنا اثبت لك اياها انا بطريقه ثانيه. خلينا نحكي، هو بدي اثبت لك انا قانون الاختزال. قانون الاختزال شو بقول؟ اكس زائد اكس واي بتساوي اكس، ماشي؟ والاكس في اكس زائد واي بيساوي اكس. هذول اعطيتكم اياهم. هسه لو جينا اخذنا اكس وواي، شو بدنا نثبت؟ انه اكس في واي، واكس زائد واي، واكس سوري اكس زائد واي هيك صحيح. بعدين بدنا نثبت انه الاكس في اكس زائد واي، مش هيك؟ هذول نثبتهم معي. انت بدي اثبت انه هاي الرقم هاي بتساوي، مش هيك؟ الاكس اللي هي قيمه اكس هاي اللي هون بتساوي هاي القيمه، وبدي اثبت انه الاكس زائد اكس واي هاي بتساوي اكس، مش هيك؟ معي انتو؟ يعني هاي بدي اثبت هاي انها بتساوي اكس، يعني اللي هي اكس في اكس واي، لانه اكس في اكس هي اكس، اكس في زائد واي اللي هي اكس واي، مزبوط؟ ولا مش معي انتو؟ عاود اعيد الترتيب. مزبوط دكتور معك. انا بدي اعيد الترتيب عشان الواحد يستوعب شو اللي بصير. خلينا نمسح. انا شو سؤالي مش على هاي، على اللي بعديها. طب اني اللي بعديها دكتور، بس والله شوي اكس واي زائد واي زد، خل اكس والواي بيروحوا بضل الواي واي زائد زد. طيب واي زد وهي بضل واي زد، هذا سؤالي صح؟ الاكس والواي بضل عندي واي زد، صحيح واي زد. نعم هذا صحيح، هذه صحيح، واللي حكيته بتحكي 100% صحيح، فهمها. طيب هاي من القانون ثابته يعني. اي نعم، هاي قوانين، مش انه من عندي انا، ما من عندي شيء، كله قوانين بنشتغل. بس انت بدك تثبت. انا طبعا اثبتات، واي اثبتات لازم تكون واضحه. مطلوب منا الاثباتات دكتور كلها؟ لا مش كلها، العشر قوانين. انا مش طالب منكم اثباتات، عم نحل عليها اسئله بس، انا عشان تعرفوا منين بيجي شو اللي بصير عندي. هاي بدها اثبات يا اخوان ولا خلاص اللي كاتبه انا؟ دكتور ما بعرف انا شو بدكم، انا جاهز. دكتور ده مش مطلوب من الامتحان، خلص لوش يعني. لا عمي انت مش فاهمين، انا ما باجي اقول لك اثبت لي بامتحان مستحيل اقول لك اثبت لي وعدد لي، انا بجيب لك اسئله وحل عليها انت، وبدك لحالك تعرف انه هذا اي قانون استخدم، استخدم دي مورغان ولا استخدم اي قانون كان، يعني مش هامني انا شو بدك تستخدم يعني بصراحة. واضح؟ العملية ما تفكروا بهالسهولة. طيب خلينا ناخذ اكزامبل لعاد، ماشي؟ لو جينا قلنا لكل فانكشن اف بتساوي اكس واي زد زائد اكس واي زد زائد x y z زائد x y z، هاي هون ناخذ نط وهون نط وهذا النط x، واجي اقول لك هون عندي نط نط، واجي اخذ هاي كلها نط، ماشي؟ بقول لك والله حل لي هالسؤال، بسط لي هذا السؤال لابسط صيغه ممكنه، شو بالحاله هاي بدك تساوي انت دكتور؟ اختصر ايش يا ابني؟ ما فهمت النفي، مش بروح كله مع بعض؟ كيف بده يروح يعني؟ هو هيك بدي اختصر دكتور. ملاخمه ما في شيء بروح، الاكس مع الاكس ملاخمه ما في شيء بروح، بدك شيء يكون بالطريقه الصحيحه معمول عشان تقدر تخفيه ولا لا؟ طيب بنزل دكتور، بنزل اكس واي وزد النفيات ونبلش بالواقع. طيب نقل عامل
دكتور الصوت لا منزلها من شيء في مجال تعيد السؤال. السؤال تاعي اللي اللي قدامك وهذا موجود، انا بدي من عندك تعطيني شو ابسط صيغه ممكنه للموجود عندي للفانكشن الموجوده عندي. يعني لو اجينا نحكي السؤال كيف بيجيكوا، يعني هيك بيجيكوا السؤال مثلا، يعني قاعد بساله باجي بقول لك سيمبليفاي، ماشي، سيمبليفاي ذا فولوينج بوليان، ماشي، بوليان فانكشن. هاي البوليان فانكشن اللي اعطيتك اياها انا اللي هي هاي، كويس. شو انا لازم اساوي عشان احل هاي المساله؟ انا بدي استخدم القوانين اللي بستخدمها. دكتور هسه الاولى مش بتكون صفر اللي هي اكس واي زد كلهم نفي، انت صفر. اسمع حتى الترتيب ممكن يكون مش زي ما بدي. أوكي. يعني باجي بطلع انا شو لازم اسوي، شو لازم اسوي؟ باجي بطلع وانا عندي نط اكس والنط اكس اي واحده صح، وعندي نط واي وعندي نط واي، هنا شو اللي بفرق بينهن؟ زد نط زد مع الزد صح. يعني باجي بقول هذا بيساوي نط اكس نط واي ماشي في نط زد زائد زد، بصير ولا بصيرش؟ بصير. بس ان الله مع الصابرين. زائد هسه لو جينا طلعنا على هنا شو الاشي المشترك؟ هنا عندي نط اكس بتنزل والنط وهنا عندي واي وواي معناته بتنزل، وشو عندي اختلفوا؟ في زد زائد نط زد، مزبوط ولا لا؟ هسه زد زائد نط زد بروحن وهاي بتروح، شو بضل عندي؟ نط اكس نط واي صح زائد نط اكس واي. طيب هون كمان شوف انت كيف لابسط صيغه انا قاعد بعمل صح، اكس هون شو اجينا احنا قلنا نط اكس وبنحط في نط واي زائد واي وهذول بيروحن، شو بضل عندي؟ نط اكس. هيك انا بسطت الدائره الفانكشن الموجوده لابسط صوره، طلعت عندي ايش؟ رياضيات هاي. لا شو انا قاعد بعملها؟ ليش ما اعطيكم القوانين هاي؟ تمام ان شاء الله عشان نتسلى فيهن. فكرت انه حيكون على القوانين اللي قبل، هن على القوانين عمي، بس بس اختصارات هاي. هذا السؤال انا ليش اعطيك القوانين؟ عشان معاك اقدر معاك استخدمها عمي واقدر احلل زي ما بدي. خلينا ناخذ كمان اكزامبل. هذا واضح يا اخوان ولا عيدوا؟ دكتور اي قانون واضح يعني اول شيء راح خلصنا بانه باثبات القوانين، بس اذا زي هيك حل اهون. اذا ايش بحكي؟ اذا هيك حل يعني سهل كويس. ما انا هذا اللي بدي، انا بدي يكون اسهل، انا عشان هيك مكيف انه بدي اياك تحلوا اسهل. لا لا اثبات ما في عمي، انت بس حلي وبارك الله فيكم. ماشي اوكي يا اخوان. طيب لو جينا ناخذ كمان اكزامبل، يعني احنا قاعدين مش يعني ما بنكثرش عليكم كويس. لو بدنا ناخذ مثال ثاني، طبعا الامثله كثيره. إيه لو جينا قلنا اكس اذا كان عندي اف بتساوي اكس زائد واي في اكس زائد نت واي، سمبليفاي ذا فولوينج بوليان فانكشن، شو اللي لازم اسويه بالطريقه الجبريه؟ طبعا توزيع بطريقه تروث تيبل، هذا قانون توزيع ولا غلطان؟ شو بيساوي عندي ها؟ بيساوي عندي اكس بتصير عندي اكس في مفتح قوس في واي زائد واي نوت في واي زائد واي نوت زائد واي نوت، هيك بصير. بتروح الواي زائد واي نوت. بدي استنى شوي كيف يعني هاي شو بتساوي؟ هاي بتساوي اكس واي في زائد x not y. هل هاي معقول هي هاي؟ هذا خطأ. لا. هذا يعني رونج صح ولا غلطان؟ يعني اللي حكيتيه خطأ. أول شيء دكتور x من وقت على القوس الثاني بعدين ال y. يعني معناته حلنا إيش؟ هذا مستحيل يكون هيك. غيره شو عندكم احتمالات؟
دكتور اكس اكس في واي اختصاص اكس في واي زائد واي نوت اوكي ضرب يعني... زائد واي في اكس أيوة. زائد واي نوت يا عيني عليك يعني صحيح يعني اكس في اكس زائد واي نوت زائد الواي في اكس زائد واي نوت هذا الحكي صحيح 100% هذا شو بيساوي هذا بيساوي x زائد y x not y مش هيك زائد زائد ايش x y زائد صفر مزبوط وهذا شو بيساوي x في واحد زائد not y زائد y واللي هو بيساوي x يعني اكس معلش تعيدها اكس معلش تعيدها دكتور الواحد هاي اجت من الاكس زائد اكس صح نعم اكس زائد دائما احنا قلناها اخذت قسمتها على اكس طلعتها برا قسمتها على اكس طلعتها برا فبضل واحد صح بضل واحد نعم صحيح لانه الواحد دائما احنا اذا مش عارفين قيمه القيمه دائما احنا قلنا بناخذ الحاله الصحيحه مش الاشاره بين الاكس والواي ضرب ليش ضلت واحد ليش صارت زائد وين يعني الواحد والواي نوت مش مفروض الاكس هاي اوكي خلاص تمام وضحت اوكي الواحد هاي من برا طيب هاي الامثله يا اخوان بدكم تتبعوها اول باول عشان تعرفوا شو اللي عم بيصير للامانه احنا لسه بعد شو انا ما هو مش كل سؤال بعيده 10 مرات صح ما بزبط يعني خلينا ننتقل لسؤال ثاني انا هيك رايي يعني وتحاولوا انتم تفكفكوا زي ما بدكم رجاء خلينا نحكي كمان سؤال بسيط جدا simplify the following لانه انا نوعية الاسئلة ماشي A B C كويس زائد A B C هسه هاي بالنط وناخذ النط C نط B وننفي هاي ماشي واجي اقول لك والله ننفي هاي كلها ونعمل هيك شو simplify the following boolean functions شو اللي انا لازم استخدمه هنا عشان يكون حلي صحيح 100% شو القانون اللي بنستخدمه بيكسب حاله ايرودينا قاعده بدور بدفتر يلا ما هو احنا يلا يا شباب مين يقول لي شو القانون لازم استخدمه دكتور اي قانون عندي الـ A ضرب عمي هو أنا مش عكيفي أنا ما بختار هو أنا في كل شيء له حسابه أنا شو القانون لازم أستخدمه حتى هاي حكيت إن أنا مهمة نسيها حكيت عن إنه هاي مهمة طبعا بس شو القانون هذا قانون دي مورغان نعم اللي حكى لي دي مورغان مين اللي حكى دي مورغان انتظار دكتور أيوة يا انتظار الله يرضى عليكي فعلياً احنا بنستخدم قانون دي مورغان اللي هو شو بيحكي شو بيحكي لنا قانون دي مورغان A زائد B قلنا في صير A سوري A نفي بس A ضرب B قلنا في بصير A زائد B بس هذا يعني طب لغوياً يعني ايش مقصود فيه لغوياً يعني ايش القاعده تاعته يعني انت اعطيتني القانون هيك هذا حفظته كانك حافظه عن غيب لك يعني اياه يعني انا الاي اول شيء بتحط اللي في القوس اللي على الشمال تشتغل فيها بتحط اي تمام زائد بي زائد سي اللي هو بتنفي البي وبتخلي السي والاي زي ما هم ايوه يعني بالقوس طيب شو بطلع معك والله حاول يعني من عندك شو بطلع معك ماي قلت لك A زائد B زائد C كل واحدة فيهم عليها نفي لحالها بدون قوس أيوة بعدين زائد A زائد B زائد C شو اسمه ال A وال C عليهم نفي وال B لا وبعدين كمل طب كمل أنا مش زعلان بس كمل إيش بسوي مشكلة مكتوبش أنا ما عنديش دفتر ايوه انت بس بتسمع قاعد
لا بسكرين شوتات وبستخلص المحاضرة، لأن إذا كتبت ما بتبع معك. والله يا أخوان هو قانون دي مورغان شو بقول يا أخوان؟ مكمل المجموع، اسمها افهمني شو بقول لك، مكمل المجموع يساوي حاصل الضرب المنطقي لمكملات المتغيرات، اللي هو ايش قلنا احنا؟ تتذكروا شو حكينا؟ اذا كان عندي اكس واحد زائد اكس اثنين زائد اكس ثلاثة زائد تك 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 زائد اكس ان، وكل منفي هذا شو بيساوي؟ بيساوي نط اكس ون في نط اكس تو في نط اكس تتحول بالضرب وبروح نفي اكتر. اي نعم، هو انا شو بقول لك، مكمل المجموع يساوي حاصل الضرب، صح ولا لا؟ في اكس ان. هذا القانون الاول. والقانون الثاني بيقول لي مكمل حاصل الضرب اللي هو العكسه تماما، بصير عندي اكس 1 في اكس 2 في اكس 3 تك 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 ضرب اكس ان، وكله هي هذا منفي مكمل، شو بيساوي؟ نط اكس 1 زائد نط اكس 2 زائد تك 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 زائد نط اكس ان، اي ان مكمل حاصل الضرب المنطقي يساوي مجموع مكملات هذه المتغيرات. بدكم نثبت لكم اياه بطريقه التروث تيبل، جاهز بدكم بالطريقه الجبريه، ما عندي مشكله. انا كنت اسال يعني هسه بتاخذ الاي بي سي اللي في قوس كل واحدة فيهم متغير انه كامل؟ هلا انا لازم افكك كل اللي موجود عندي. وضح القانون على كل الاحوال؟ واضح دكتور. خلينا اذا وضح خلينا انا احل لكم السؤال هذا واشوف شو بيطلع معكم انتم. اتمنى منكم تهتموا بالأمور هاي، لأني مليون بالمية بجيب أسئلة زي هيك. طيب هسا نيجي نتطلع شو اللي بصير عندي. هلأ إذا بتطلع الموجود عندي من السؤال هذا، بدي أفككهن نط حسب قانون دي مورغان، A زائد B زائد C. هسا A صارت دبل نيجيشن صح، والبي صار عليها واحدة، والنط C صار دبل نيجيشن، هاي مجموعة أند صح بينهن. حولتها لوين؟ أنا حولتها للجمع حسب دي مورغان صح؟ مظبوط. طيب هس هاي زائد نفس الاشي هاي دساو فيها، هاي عبارة عن نت اي زائد بي دبل نيوغيشن زائد نت سي. واضحة يا اخوان؟ طيب هاي شو بتساوي؟ ايه هاي بتساوي ايه صح؟ نفي النفي اثبات معاين انتو صح؟ نط بي زائد سي لي دبل كمان مزبوط ولا؟ زائد نط ايه زائد ايش هاي احنا حطنا هاي ايش؟ بي بي زائد نط سي. هسه لو قلنا هسه ايه زائد نط ايه بروحوا زائد نط بي زائد بي، هذول بروحن صح ولا لا؟ زائد سي زائد نط سي، هذول يعني هذا كله بروح، شو بضل عندي يساوي؟ واحد. اوكي يا اخوان واضحه ولا كمان؟ انا لو معي دفتر كان كملت لك يا ايش يعني؟ لو معي دفتر كان كملت لك. الله يسعدك. شو اسمك انت؟ عيسى. عيسى ايش يا ابني؟ مش هسه حكينا بالقانون اللي قبل شوي؟ شو اسمه القانون؟ صار زائد بصير ضرب وضرب بصير زائد. هسه شو اسمه القانون؟ شو اسمه؟ تاع مورغان هذا. ايوه هذا ماله. حطيت لما هسه مش هاي الزائد اللي بالنص فوق هاي بين القوسين مش الاصل بصير ضرب؟ الاقواس لا ما بتتغير برا، ما له دخل، انا حاط اقواس عمي جوا ماشي، بس ما هي ما هي كل القيم اللي بين القوس هاي محطوط لها نت، والقيمة كلها بين الثانية. أنا حللت هاي القيمة وهاي القيمة وعملت لهم جمع، ما لهم دخل. دكتور عندي سؤال ثاني، هسا الزائد تلفة صح؟ إذا نفيتها بتصير ضرب. أنا إذا بدي أنفيها، بس أنا ما نفيتها. إذا بدك تنفيها بتصير ضرب صح؟ أي نعم. طيب خلينا نأخذ أخرى إكزامبل أخير ماشي؟ انا لو ديت لو انكم عندي كان خليت اشوف شو بتساوي انتو. طيب اذا كانت اف للدبليو اكس واي زد، هاي الفانكشن مردودات المكونات تاعتها لبعود لمين للفانكشن اللي بنحكي عنها، بتساوي اكس
زائد اكس واي زد زائد لاحظ شو بكتب انا نوت اكس واي زد زائد نوت اكس واي زد زائد دبليو اكس زائد نوت اكس واي زائد نوت دبليو اكس ماشي x زائد x y z زائد not x y z زائد y w x زائد not x y زائد not w x هاي عمل لي simplification إلها simplify this function يعني ماشي لأبسط صيغة ممكنة شو مين يعطيني أراءه مين يقول لي والله بدنا نعمل كذا أو تصير x بعدين افتح قوس واحد y z بعدين زائد نوت ايش الثانيه زائد ايش هون ولا هون عيد لي يا معيد عندي اكس زائد اكس واي زد زائد نوت اكس واي زد ماشي زائد دبليو اكس زائد نوت اكس واي زائد نوت واي اكس وضحت شو بطلع معكم يا اخوان يا شبيبه اخذ الاكس عامل مشترك دكتور طلعها طيب لو اخذناها شو بصير معنا بصير واحد زائد واي زد هو قوس زائد اللي بعديها نت اكس واي زد بصير طيب خلينا نحكي بالشكل التالي هاي عبارة عن ايش يا اخوان خلني انا اسوي لكم اياها اكس اللي هي هاي ماشي نزلت هلا اذا بنطلع بين هاي وهاي في عندي واي زد في نوت اكس زائد اكس صح اللي هي هاي ها مش هيك الواحد بعدين زائد باجي باخذ انا اكس في دبليو زائد نوت دبليو بعدين زائد نوت اكس واي وضحت السلافة يعني انا جبت هاي وهاي اياتن حللتن بهاي حطيتن بهاي كويس وجبت هاي مع هاي نزلتن عملتن بالمعادلة هاي ونزلت هاي وهاي اوكي يا اخوان هاي شو بتساوي اكس زائد واي زائد لاحظ انت x زائد y زائد x زائد not x y مش هيك في اشي نسيته انا كله تمام صح تمام معي يا شباب يعني انا راحت هاي راحت مع هاي وهاي راحت مع هاي وصار عندي x هيها واحدة هاي هي x بعدين عندي y هيها y بعدين عندي الاكس هاي اللي هيها وهاي اللي ظلت صح اللي هي بالاخير هون مش هيك معي انتو طيب هسا اكس مع الاكس هاي بتصير عندي اكس زائد اكس زائد واي سوري اكس نوت اكس واي خلينا نحكي زائد ايش زائد واي ليش قلت اكس واي هاي هاي اخذتها مع هاي وهاي الواي نزلت اكس زائد اكس هي اكس مش هيك معي انتو معي طيب اكس الواي زد وين راحت اني واي زد يا ابني فوق لما انت اختصرت اول شيء نوت اكس مع اكس والدبليو مع نوت دبليو ظلت ورا القوس واي زد الواي زد بتروح مع الواي زد الثاني انا مش فاهم معليش هي يا دكتور في بعد يساوي هاي 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 زائد واي زد صح ايوه زائد واي زد انا ما هو انتم لازم تساعدوني يعني طب خليني انا امسح الهاض عشان واخذ لي لون زي الناس لما مقرف اللون هذا خليني انا ارجع نمسح اللي حكيناه ونرجع نسويه من اول بصير أنا نسيت الواي ما بقول لك تبعوا معي ما حدا متبع معي يعني منيح اللي تذكرت إنه في واي زد يعني هسا
خليني أنا عاد نرجع ونكتب السؤال. الله يذكروني، هي not x إيش قلنا y z زائد إيش كمان x بتذكر زائد not x زائد not x y صح؟ y مزبوط. مش معي انتو هيك؟ طيب احنا شو قلنا؟ هاي بتساوي اخذنا ال x زائد انا ما هذا المشكلة، هو قلم جلدي قاعد بكتب x زائد y z ماشي، في x زائد not x زائد اللهم صل على سيدنا not x y زائد x في w زائد not w. في ظل اشي مش عامله؟ ظل اشي مش عامله؟ كله عامله صح؟ هي اخر واحدة اللي هي x y كتبتها هاي يا عمي ماشي. هسه شو بصير عندي؟ x زائد not x y بس بالله ان الله ما صامل زائد y z زائد x معاي لهون صح؟ لانه هاي راحت وهاي راحت، ظل عندي الx والnot x y هاي هن مش هيك، والy z هاي اللي نزلت لك اياها، والx هاي في ظل اشي مش حاطه زائد اللي قبل الx صح؟ هاي زائد، هاي زائد عمي، هاي زائد ماشي. هسه هاي بتساوي x زائد y زائد y z ماشي، لانه الx مع الx هاي عادي يعني x، والy z نزلت، والnot x y بدا x زائد not x y شو بتساوي يا اخوان؟ في قانون بيحكي x زائد not x y، x زائد not x y بتساوي x زائد y، هذا قانونها عشان تكونوا بالصورة يعني ممكن تثبتوه. اوكي هسا هذا اللي عندي هون اللي طلع معي يعني انا كمان قوس فيه صح؟ ايش قوس فيه؟ اي قوس زائد واي زد مش نفي. اوكي خلاص ولا شيء. لا ما هو انت قلت لي في شيء اقول لك. ها خلنا نرجع لهون، خلنا نرجع هذا مفهوم هون. طيب هاي شو بتساوي يا اخوان؟ خلنا نرجع هيك x زائد y، خلنا احكي زائد x زائد y z ماشي، لانه قلت انه هاي بتساوي هاي بالقانون هسه بثبت لكم اياها اذا بدكم ماشي. زائد x هاي وزائد y z هاي ماشي. هسه x زائد x بتساوي x، سوري بتساوي x صح؟ اللي هي الاكس هاي مع الاكس هاي ساوت اكس هاي صح؟ معي انتو؟ زائد واي زائد واي زد، هاي واي زائد واي زد اللي هي نفسها بتساوي واي، وهاي اكس نزلت صارت عندي اكس زائد واي، وهذا المطلوب عندي. اكثر من هيك ما فيش فيه اختصار. لاحظ انت عندنا شغلتين ظهرن هسه، انه x زائد not x y بتساوي x زائد y، هذا قانون ماشي. واذا كانت عندي x زائد x y بتساوي ايش عندي يا اخوان؟ ايش بتساوي؟ بتساوي x زائد y. ها not هاي x زائد y، هاي x زائد not x y بتساوي x زائد y، لكن x زائد x y بتساوي x، او not x زائد not x y بتساوي y برضو. ايش هي يابا؟ not x زائد not y، not x زائد not x y. لا طبعا هاي عمي سهلة اني انا اثبت لك اياها بكل الطرق. خلينا نحكي لو بدنا واضح السؤال يا اخوان. انا نثبتهن هذول اللي بنحكي فيهن على اساس نقطع الشك في اليقين مش هيك؟ نقطع الشك في اليقين. طيب احنا بنحكي عندي x و y، بدي اثبت انا ايش بدي اثبت؟ انه الاكس
not x y, وبدي اعمل كمان انه ايش x y كويس، وبدي اثبت انه ال x زائد not x او سوري not x y هي نفسها بتساوي x، وبدي اثبت انه x زائد x y كمان هي نفسها بتساوي x زائد y. انا ما هو المشكله اوكي واضح شو اللي بدي اسويه يا اخوان، بدي اثبت كل اللي حكيت لكم اياه انا، فباخذ كل المتغيرات not x y اللي هي هاي بنزيدها ل x، بدي اثبت انها بتساوي x زائد y صح، معناته انا اثبت x x زائد y. في غير هيك شيء بدي اثبته شباب احكوا لي؟ لا. طيب هذول متغيرين not x في y not x في y، يعني كان عندي صفر واحد not x بتصير صفر و not x هي بتصير عندي صفر مزبوط. ليش؟ لانه not x يا اخوان هاي بتصير عندي واحد، الواحد في صفر هي صفر، والnot x هي واحد في واحد شو عطتني واحد، والnot x صفر تعطيني صفر، والnot x هي صفر بتعطيني صفر. واضحة هاي؟ هاي واضحة يا شباب؟ عندي انا نفيت النوت اكس يا اخوان، النوت اكس شو اذا نفيتها بتصير واحد واحد صفر صفر معي شباب؟ مالكو مزبوط هذاك، خلصنا منها. هسا اكس في واي صفر وصفر صفر واحد، هاي كمان مفروغ منها. هسا لو بدنا نعمل اكس زائد نوت اكس واي، اكس زائد نوت اكس واي يعني هاي بدنا نزيدها مع هاي، هاي عندي زيرو هاي عندي واحد هاي عندي واحد مش هيك، وهاي عندي واحد اوكي اوكي. طيب هسا الاكس زائد اكس واي، اكس زائد اكس في واي اللي هي زيرو 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 كمان زيرو بعدين واحد بعدين واحد مش هيك. هسا اكس زائد واي زيرو واحد واحد واحد. هسا انا شو قلت؟ هاي بتساوي صح؟ صحيح. اثبتت مزبوط ولا غلطان؟ صح. هاي فعلا متساويات، الاكس زائد واي بتساوي اكس زائد نوت اكس واي ولا غلط؟ وقلت لك اكس اخر اشي دكتور ليش اخر اشي انت عملت الاكس زائد واي صح؟ وين؟ اخر اخر عمود هي اكس اور واي، اكس زائد واي هي اكس اور واي. طيب جمعت الاكس والواي اللي بالعمود الاول مزبوط؟ تمام. طيب عندك اخر اشي لما حكيت واحد زائد واحد حطيت واحد، طب ما هي واحد واحد زيرو واحد يا الواحد. احنا رجعنا على النقطة الاولى، اول ما قلت لكم احنا ما بنعمل جمع عمي، احنا هون بنقول وان اور وان دائما بناخذ الحال الصحيحة. انا بستخدم الواحد زائد واحد يوم ما بدي استخدم الهالف ادر او الفول ادر، يعني الجامع التام او الجامع النصفي بصير عندي زائد ماشي. انا باخذ الاور دائما باخذ الحال اللي ترو اوكي اوكي. طيب هسه اثبتنا انه اكس زائد نوت اكس واي بتساوي اكس زائد واي، في عليها غبار؟ هسه بدي اثبت انه اكس زائد اكس واي شو بتساوي؟ قلنا بتساوي x، لاحظ x زائد x y شو بتساوي؟ x صح. هاي قوانين عمي مش من عندي انا، مش بألف ماشي يا اخوان شباب معاي انتو؟ تمام. الله يرضى عليكم، هاي الامور انتو تهتموا فيها. طيب لو قلنا لكم سؤال لكم تحلونا اياه ماشي، لانه هاي اسئلة لحتى الان اسئلة عادية جدا، يعني عندي أسئلة عادية جدا. لو قلنا لكم يا أخوان عندي function f بتساوي x زائد not y زائد not x زائد y زائد y زائد z، هاي منفية ماشي، بس هاي منفية وبدن في هاي وبدن في هاي كويس،
وبدن فيهن كل هيتن. بسط لي هاي المعادلة لأبسط صورة باستخدام قوانين الجبر البولياني. ماشي؟ طب أعطينا دقيقة دكتور. أنا ما أعطيكو للمحاضرة القادمة. ماشي؟ أنا ما أعطيكو للمحاضرة القادمة. أوكي يا إخوان. في حدا عنده أي سؤال أو أي استفسار؟ لا. أتمنى من الله إنه كل شيء مفهوم عندكو. وما عندكم أي أسئلة، معناته المحاضرة القادمة بتكون أنتم عرفتوا كيف بنحلل إحنا، كيف بنبسط، كيف نقدر باستخدام قوانين الجبر البولياني نستخدم عشان ننتقل المرة الجاية على الكومبوننشال سيركت. الله يعطيكم ألف عافية. تفضل. رح نزل المحاضرة اليوم؟ آه طبعاً، محاضرة مبارح نزلت. محاضرة اليوم بس أعطوني وقت، ما أنا عندي مليون قصة، يعني تفكرش أني يعني قاعد بالجامعة أنا والله. اوكي يا ابني. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك. في محاضره التصميم، تصميم وتنظيم الحاسوب امبارح يا اخوان للامانه انا ما قدرت. قالوا الشباب عندك. انا ما قدرت يعني شيء بقهر يعني، اما اليوم لا ان شاء الله 100% فيه 100%. بس امبارح يعني اسباب خارجه عن ارادتي. يرحمك دكتور ويجزاك الله خير. والله يعطيكم الف عافيه. شكرا يا شباب وشكرا لكم. عافيك. هلا هلا. عافيك دكتور. يعطيك العافيه. هلا.